بنتمنى الجنة، كلنا نفسنا فيها، كلنا نفسنا حياتنا الجاية تكون فيها، ونقعد نتخيل. وأعتقد أنه مهما تخيلنا عمر تخيلنا ما هيجي جزء بسيط جدا من الحقيقة والواقع وجمال والراحة والنعيم اللي هيكون في جنة ربنا إن شاء الله. قبل ما نقول مين الناس اللي بتنده عليهم الجنة، خلينا نقول مين هم أصحاب الجنة. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هو حضرتك عايزة جنة الدنيا ولا جنة الآخرة؟ الآخرة طبعا. طب والدنيا بلاش؟ هي فيها الدنيا فيها جنة طبعا. طب إيه جنة؟ الدنيا فيها جنة، الدنيا فيها جنة. قالها أحد الصحابة لما قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب وألذ ما فيها. اللي هو قالوا: وما أطيب وألذ ما في الدنيا؟ قال: ذكر الله، طاعة ربنا، والأنس به طبعا، والشوق إلى لقائه. وقال أحد الصالحين: أنتم في نعمة لو علمها الملوك لجالدوكم عليها بالسيوف. نعمة الرضا، الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا مع الله، والرضا لله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الإيمان بالله عز وجل، جنة اليقين بالله تبارك وتعالى، جنة الرضا. أيضا في الدنيا جنة، لما تأخر أحد الصالحين عن أصحابه قيل له: لما تأخرت؟ قال: كنت أرتع في رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: تحت قدمي أمي. فبر الوالدين جنة قبل الجنة. أيضا في الدنيا جنة، الروضة الشريفة من المقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من الروض الذي يسكنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول قبر سيدنا النبي، لا، مقام. لا يعجبني هذا ابدا ابدا ابدا. انت قلت لي الكلمه دي قبل كده. اي أيوة، والله يسترك. الله يرضى عنك. الروض الشريف اللي يسكنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش قبر سيدنا النبي، قول روض سيدنا النبي، قول مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ما قالش ما بين قبري ومنبري، لا، قال ما بين بيتي ومنبري. بيتي 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 ومنبري، روضه من رياض الجنه، ومن دخلها إن شاء الله يدخلها في الآخرة يا رب. ولذلك كان أحد الصالحين لما يدخل الروضة الشريفة يقول لربنا: يا رب، دخلتني روضة من رياض الجنة في الدنيا، فلا تحرمني منها في الآخرة. دعوة جميلة. في الجنة، في الدنيا جنة، جنة مجالس الذكر والعلم، مجالس الذكر والعلم، الأنس بربنا سبحانه. الله ينور على سعادتك. فيلا ادخل جنة الدنيا علشان تدخل جنة الآخرة. طيب، طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. الموازنه بين الدنيا واحنا فيها، الدنيا اللي هي الدنيا اللي بتلهي البني ادم والمشاكل اللي بيبقى فيها والابتلاءات والمسؤوليات والحاجات الكثير جدا، والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. في بعض الناس اللي ما بتعرفش توازن بين الاثنين، يعني يا يمين قوي يا شمال قوي، يعني يا تبقى مع ربنا قوي 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 وتلاقيها راميه كل حاجاتها وراميه كل مسؤولياتها في الدنيا ومع ربنا قوي قوي قوي، يا راميه الجزء ده وداخله في مسؤولياتها. احسنتي، عجبتني قوي كلمه توازن دي، الله ينور عليك. فعلا احنا ديننا علمنا ذلك. لما ربنا يقول لي في القران الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، توازن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة توازن. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني إيه فيما آتاك الله؟ ربنا آتاك إيه؟ علم، دايما انفق منه لوجه الله. ربنا آتاك مال، انفق منه لوجه الله. ربنا آتاك منصب، استخدمه فيما يرضي الله. ربنا ادالك قوة، ساعد بها الناس واخدم بها الناس. ولذلك ده معنى: ومما رزقناهم ينفقون. ما قالش ومن أموالهم ينفقون، مما رزقك الله. رزقك ربنا إيه؟ عينين، لو لقيت حد من
أسيادنا ذوي القدرات الخاصة انظر له بها. ربنا ادالك قوة، ربنا ادالك علم، ربنا ادالك منصب، ربنا ادالك مال، ربنا ادالك عيلة، استخدمها. لازم يبقى ربنا له فيها نصيب معك. أدي معنى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت مدرس أو ماله لازم تاخد فلوس في، بس لازم يكون معاك حد بتديله لله. أيوه. أنت طبيب لازم تعمل في كل أسبوع عملية واثنين لله. أنت مهندس لازم يكون في شغلك لله، وهكذا. طلع من الجزء طبعا اللي ربنا ادهولك. أيوة. من الرزق اللي ربنا انت فران وعندك مخبز وحد جاي وحسيت اديله لله. انت صيدلاني وجاي حد وطلب منك دواء فاتكسف كده لانه الدواء اغلى من الفلوس اللي معاه، خد منه الفلوس اللي معاه واديله الدواء كاملا. فكرتني بحاجه كانت جميله قوي قوي وانا دايما بفتكرها وبقول الله على الشباب دول، ربنا يبارك لهم يا رب. كان في شباب عملوا مشروع كده سندوتشات، وعملوا ساعة في اليوم من 5 لـ 6 الوجبات والأكل فيها لله. يا سلام. أي حد معدي عايز ياكل طبعا. أمم عليهم. أمم. مش قادرة أقولك قد إيه، بس بجد يعني أنا قلت برافو عليهم بجد، لأن دي التجارة مع ربنا طبعا. هو ده بتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بالرزق اللي هو اداهولك. هو ده يا لمياء هانم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. انت عندك مطعم وجاي حد لازم يبقى فيها وجبة واثنين لله. انت محامي لازم في قضية لله. انت كده لازم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب وقف نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اركب احسن عربية واسكن في احسن بيت والبس احسن سيارة، بس ما تنساش حق ربنا سبحانه. كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد، ما احنا قلناها في الاول، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طب وإيه؟ وأحسن كما أحسن الله إليك.